طيب هنروح لكره الطائره، بتروجيت. النادي الاهلي كان عنده بتروجيت وقدر الحقيقه يكسب 3-0 وحافظ على الصداره. خليني اقول لكم ان بتروجيت السنه دي من يعني من الفرق المرشحه بقوه للمنافسه على الدوري. طبعا ليه؟ لانه مدير فني هاني مصلحي و يعني عمل تدعيمات في لعيبه معارين من الاهلي، فالحقيقه الفرقه كويسه. ولكن طبعا النادي الاهلي فرد سيطرته وكسب 3-0، والماتش كان طبعا اتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل امبارح. صورنا تقرير بعد الفرقه، نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. الشهر اللي فات كان عندنا 10 حالات كورونا، قعدوا تقريبا اسبوعين لعيبه، وكنت انا معاهم ال 11. يعني كان فتره صعبه جدا في يعني لما ارجع يعني الدنيا كانت صعبه قوي. اللعيبه بشكرها جدا على ال 10 ايام اللي فاتوا، لعبنا في 11 يوم 5 ماتشات، ده حمل كان كبير جدا على اسبوع واحد تدريب اللعيبه كلها اتجمعت فيه. فانا بشكر اللعيبه جدا جدا على الحمل دوت. على فكره فرقه بتروجيت وفرقه القناه جايبين 2 محترفين كل فرقه. الحمد لله النهارده الماتش مش الحمد لله زي ما احنا عاوزين. ضغطنا بالارسال كويس جدا، وكان هو نقطه تحول بالنسبه للماتش او خلى الماتش فارق كده. فاولا انا بشكر اللعيبه جدا، عارفه قيمه النادي الاهلي كويس قوي. رغم ان هم كانوا تعبانين، انا فعلا يمكن اديت 11 يوم ورا بعض ماتشات وتمرين، هم قدروا يتحملوا، فده انا بشكرهم جدا جدا عليه، خصوصا اللعيبه الكبار. يعني النهارده عبد اللطيف عامل ماتش كويس جدا جدا، ربنا يعني يكرمه. طبعا احمد وعبد الله مش عايز اتكلم عنهم يعني كتير، لانهم فعلا حاجه محترمه جدا، واللعيبه الصغيرين وكل الناس كانت ايده واحده يعني بصراحه في الفتره اللي فاتت، انا بشكرهم جدا على الفتره اللي فاتت. والله انا يعني الحمد لله في 7 أو 8 بيتمرنوا معايا الفتره ديت. طبعا فتره اللي هي الادوار التمهيديه في ناس بتاخد، في ناس من 17، في ناس من 19. الحمد لله في ناس بتاخد ماتشات الى حد ما، لو كان يسمح الوضع يعني ان هم يلعبوا بيلعبوا يعني وبيأدوا. الحمد لله النادي الاهلي غني بالناشئين، يعني زي ما قلت لك في 7 بيتمرنوا يعني يوميا معايا وبيأدوا اداء كويس. انا بحب اطمن الجمهور ان شاء الله ان فرقه النادي الاهلي الكره الطايره فيها مخزون يعني. ان شاء الله الفرقه النهارده كانت مركزه بشكل كبير، ماتش كويس، فرقه بتروجيت فرقه محترمه فيها لعيبه كويسه وعناصر كويسه وفيها لعيبه محترفه، فاللعيبه كانت كلها الحمد لله النهارده واخدين الماتش بشكل في تركيز كبير، والحمد لله ده بان في اداء في الملعب الحمد لله على اللعيبه كلها. الفتره دي بالذات اهم حاجه يعني ان احنا كل الناس تاخد بالها من نفسها. انت ممكن في اي ماتش تلاقي في اي عنصر مش موجود لاي سبب صحي او لاي حاجه، فلازم الناس كلها تبقى مركزه. الموجودين كلهم معانا عناصر كمان مش شباب موجوده بتتمرن معانا، فلازم يبقى طول الوقت في ناس كبيره معانا كتير، علشان احنا مش عارفين الظروف قدام في ايه. احنا عندنا 4 بطولات، فربنا يكرم ان شاء الله تبقى الناس طول الوقت مركزه ومحدش ينقص مننا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يمكن انت لما بتلعب بتركيز وبتلعب بشكل جد كل ماتش، فالموضوع بيفرق نفسيا وبيخليك تدخل اي ماتش ليك ادفانتج كبير على الفريق اللي قدامك، بس ده كله بيجي بمجهود كبير جدا يعني يمكن بيظهر في الماتشات في التمارين وفي الفتره دي، بس الحمد لله اللعيبه قد الكلام ده. والله الحمد لله زي ما بنعزهم دايما ان شاء الله ان احنا البطولات اللي هنخشها كلها ان شاء الله هنلعب عليها لاخر وقت، وان شاء الله نحققها وزي ما وعدنا الجمهور ان شاء الله. طبعا الاداء يعني ما شاء الله كويس، الاستعداد برده كان كويس، وده باين في الماتش ومن النتيجه ومن الاداء اللي كان في الماتش. وطبعا الماتش ده يعتبر من اقوى ماتش في المجموعه بتاعتنا، فطبعا استعدنا كويس والحمد لله ربنا كرمنا في الاداء والنتيجه برده. هو كان في طبعا يعني التمرين الفتره اللي فاتت دي كان مكثف جدا بسبب الناس اللي بعدت عن الملعب فتره، وطبعا كان في تاثير في الاداء بقى والبدني برده. يعني دلوقتي الفتره اللي فاتت هم مهتمين بالبدني جامد جدا والفني برضو، طبعا ان شاء الله يعني هيقدروا يعدوا المرحله دي ونبقى احسن من كده بكتير. يعني طبعا نوعد الجمهور ان احنا ان شاء الله يعني البطولات، يعني طبعا احنا بننافسش غير على البطولات، هم عارفين كده كويس وبتدعمهم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ونفرحهم بقى بالبطولتين ان شاء الله.
الحقيقه لما بنشوف اخبار الكره الطائره رجال الماسترز زي ما بيقولوا او احنا مسمينهم ببقى سعيد جدا. الحقيقه بتحس ان الفرقه دي يعني في كوكب تاني ما شاء الله، سواء هم او السيدات الحقيقه حاجه تشرف. ما فيش بطوله بيخشوها ما بياخدوهاش. الحقيقه الكره الطائره رجال وسيدات زي ما بيقولوا يعني بتحلق في مكان تاني. وبفكركم ان الرجال عندهم مباراه بعد العوده ان شاء الله، او يعني بعد الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه الجاي مع هيئة قناه السويس، هيبقى على صالتنا برضو. وطبعا انتوا عارفين ان كان في ماتشات مؤجله بس اتلعبت خلاص، فهم ماشيين كده الماتشات تبعا للجدول اللي محطوط من بدايه الموسم. خلينا